نتمنى أن يكون فضيلة الإمام يعني سفيرنا المثلى سفير مثلى في سنغافورة، وطبعا نشجع فضيلة الإمام لو سمحتم أن تزورنا يعني مرات عديدة في المستقبل إن شاء الله. أسوأ هو ما هي القواعد والقيم التي تساعد أو مطلوبة لتحقيق أمن المجتمع والسلام، فأعتقد أنها الإجابة هي أن القيم الدينية أو القيم المستندة إلى الدين والوحي الإلهي هي وحدها الكفيلة بضمان استقرار الإنسان واستقرار المجتمع واستقرار العالم، لأن الأديان كلها تتفق في ضرورة قيم تحكم وتضبط حركات الناس، سلوك الناس، وبخاصة سلوك القادة وسلوك القادرين على توجيه المجتمع، في مقدمتها طبعا العدل. ونحن في الإسلام الله سبحانه وتعالى يسمى عندنا بهذه الصفة، يوصف بها فهو عدل، وأيضا المساواة بين الناس، الحرية، وكما تحدثنا بالأمس بدءا من حرية الاعتقاد إلى حرية الرأي إلى حرية الإبداع، تستند هذه القيم إلى الدين. فها هنا مرجعية ملزمة للإنسان وملزمة للحكام وملزمة للمجتمع بشكل عام لضبط السلوك، وحين يخرج الفرد شيء طبيعي، لأن الإنسان مزود برغبة شديدة في أن يحقق مصالحه الخاصة ولو على حساب الآخرين، هنا هذه المرجعية الدينية ملزمة للجميع بأن كما قلت توقف الحرية السالبة وتشجع الحرية الإيجابية، أن تكون العلاقة بين رجال الأديان وقادة الأديان في بلد ما أو دولة ما تكون علاقة الأخوة وعلاقة السلام. وأحب أن أعلق بكلمة موجزة سيادته استعمل: نحن المسلمين أقلية. الأزهر من حوالي سنة تقريبا عقد مؤتمرا عالميا دوليا لإقرار مصطلح المواطنة ومطاردة مصطلح الأقلية، لأن مصطلح الأقليات أولا مصطلح دائما يوحي بالشعور بالإقصاء وبالأقلية وبالدونية، وهذا يجعل الشعور بالوطن يتآكل شيئا فشيئا. ثانيا وهو الأهم، أن الدولة الإسلامية الأولى التي كونها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قامت على المواطنة ولم تقم على أساس أن اليهود أقلية أو المسلمين أقلية، وإنما كان يقول للمسلمين دينهم ولليهود دينهم والجميع مشترك.